بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. هناك بعض الناس يشكون في أنفسهم بأنهم مصابون بأمراض روحية مثل السحر أو العين أو الوسوسة أو الحسد أو المس الشيطاني. فنعطوكم بإذن الله سبحانه وتعالى الطريقة التي تجعلكم تتأكدوا من الحالة، هل بكم شيء من هذه الأمراض أم لا. الذي يريد أن يشخص حالته في الأمراض الروحية يحاول أن يقرأ الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي وأواخر سورة البقرة وآيات إبطال السحر الأربعة، آية في البقرة وآية في الأعراف وآية في طه وآية في يونس. يقرأ هذه الصور والآيات مدة ساعة بالتكرار، مدة ساعة صباحا وساعة مساء، على الأقل 3 أيام يقرأها بالتكرار. يقرأ الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات وأواخر سورة البقرة وآيات إبطال السحر الأربعة، يقرأها بنية الاستشفاء، لأن الذي يشك بأنه مصاب بشيء أكيد يكون مصاب بشيء، يعني عنده آلام متنقلة، عنده أوجاع، عنده تقيؤ، عنده وساوس، يسمع أصوات، يرى تخيلات، وذهب إلى الطبيب وقام بالفحص ولم يجد شيئا، فبقي أمره في الشك، يعني يظن بأن به شيئا من الأمراض الروحية. فهذا الذي حالته هكذا يتأكد هل به شيء أم لا. كيف يتأكد؟ كما قلت لكم، يقرأ الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات وأواخر سورة البقرة وآيات إبطال السحر الأربعة بالتكرار، يقرأها بالتكرار ساعة صباحا وساعة مساء لمدة 3 أيام أو أكثر، فبإذن الله سبحانه وتعالى يظهر أمره. يظهر عن طريق ماذا؟ يظهر عن طريق الأعراض التي تأتي لا إراديا، فلما تأتي تلك الأعراض يذهب فيسأل عنها راقي شرعي يتقي الله سبحانه وتعالى وله علم في باب الرقية، ويدله على طرق العلاج ويدله على مرضه، لأن هناك علامات للعين كما جاءت في السنة المطهرة، و علامة الصرع أيضا تكلم عنها العلماء، وعلامة الجنون تكلم عنها العلماء، وعلامة الوسوسة. كل هذه الأمراض الروحية لها علامات، فالراقي الذي له خبرة وله علم في باب الرقية وله اطلاع بفتاوى الأئمة يستطيع أن يشخص الحالة. ولا تسمعوا إلى أولئك الذين يعارضون التشخيص، التشخيص قال به الكثير من العلماء، بل حتى التخصص في باب الرقية قال به العلماء، وقد ذكرنا هذا مرارا وتكرارا في قناتنا في اليوتيوب، الراقي أبو عائشة وجويري الأثري الجزائري. أعيد وأكرر، الذي يشك بأن به حالة مرضية روحية يقرأ الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات وآيات إبطال السحر الأربعة وأواخر سورة البقرة بالتكرار مدة ساعة صباحا وساعة مساء بنية الاستشفاء وبنية الرقية، يظهر أمره بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.